والآن وقفتنا الاقتصادية للسادسة تقدمها لنا الزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم فاطمة وسارة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين نجاح تنفيذ خدمة التموين لإحدى سفن الحاويات العملاقة بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية تموين ساعة واحدة بميناء غرب بورسعيد. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالمياً، مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية. وتعد هذه أول عملية تمويل سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، وهي الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية بعد عملية تموين لإحدى سفن البضائع بميناء شرق بورسعيد مؤخراً. أعلنت وزارة النفط العراقية وصول صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر يونيو لأكثر من 100 مليون برميل بإيرادات بلغت 7.1 مليار دولار. وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغ 98,725,000 برميل، فحين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 299,000 برميل. هذا وبلغ متوسط سعر برميل النفط في العراق لشهر يونيو 71.11 دولار للبرميل. أعلنت شركة غازبروم الروسية أنه يتم تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 41.2 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودكا، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر محطة سوخانوفكا. وقال ممثل شركة غازبروم أن الشركة تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودكا والتي تبلغ 41.2 مليون متر مكعب. قفز فائض ميزان المدفوعات في قطر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة تقدر ب 190% على أساس سنوي إلى نحو 1.8 مليار ريال. في غضون ذلك أظهرت بيانات رسمية انخفاض المؤشر العام لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت 5.9% على أساس شهري، وبنسبة تقدر ب 29.8% قياسا بالشهر المقابل من العام 2022، وذلك بضغط من قطاع التعدين. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الأضحى، وكان أداء المؤشر القطري هو الأقوى إذ صعد بنسبة تقدر ب 1.3%، فيما ارتفع المؤشر السعودي بنسبة تقدر ب 0.3%، وزاد مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.1%، ومؤشر الكويت بنسبة 0.6%. قال وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا إن البلاد تقترب من إنهاء قطع التيار الكهربائي اليومي مع عودة الطقس الأكثر دفئاً قرب نهاية العام. وذكر البنك المركزي في جنوب أفريقيا الشهر الماضي أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يطلق عليه فصل الأحمال محلياً من المتوقع أن يقسم نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتراجعت حدة انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن هناك مخاوف من أن يشتد الشتاء في نصف الكرة الجنوبية في يوليو وأغسطس، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة.
خرج مئات المهاجرين وأنصارهم في ضحايا هومستيد الزراعية بولاية فلوريدا إلى الشوارع احتجاجاً على قانون تم سنه مؤخراً يستهدف المهاجرين غير الشرعيين. القانون الذي تم التوقيع عليه في أوائل مايو بعد تمريره من خلال مجلس النواب في فلوريدا بأغلبية 83 صوتاً مقابل 36 صوتاً يفرض عقوبات على أرباب العمل في فلوريدا الذين يفشلون في استخدام نظام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الوضع القانوني لموظفيهم. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى سارة وفاطمة. شكرا لك ميرنا.